حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم علوم الأولين، وكالعادة بنوسع السطر حنا وياكم على سوالف وقصيد وعلوم غانمة وأمثال شعبية، بس هما خلوكم حولنا وعين منكم لا تغاب. من أول، من كثر ما نروي من القصص وكثر ما نسمع أن رجال من أول صلفين قشران حارين شديدين نوعا ما، وهذه طبيعة الحياة. طبيعة الحياة من أول وقساوتها وصعوبتها طبيعي تخليهم بهالشكل. حتى الحريم من أول كان صلفات، وفي نفس الوقت يشيل بيت كامل، تشيل البيت وتشيل المزرعة، هي اللي تحطب وهي اللي تتم بالبزارين وهي اللي ترعى بالغنم وهي اللي تساعده إن كان عنده نخل ويشتغل فيه. مو بقصور بنات هالجيل، لكن من أول كانوا فعلا يسوون كل شيء، حتى الذبيحة يصلخونها ويزينون فيها كلش ويطبخونها فيها كالقدر ولا يشكن. وعلى هالطاري كان هنا رجالا من البادية، الرجال هذا عايش في خيمته مع امرته، ولا كان يجيهم عيال، لا عيال ولا بنات طبعا، لكن ما جالهم ذرية، وامر من الله سبحانه ولا اعتراض على قدر الله. هالزوج كان متضايق رغم محبته لزوجته، وحتى زوجته كانت تموت فيه وتحاول ترضيه بأي طريقة، وكانت سنعة وتخدم عليه، وموضوع العيال كل ما أخذ له كم من يوم افتحها من جديد، لكنها بحدة أكثر من اللي قبلها. بدت تسوء الأحوال بينهم، هي صابرة ومحتسبة ولا في يدها شيء، وكل ما منه هاجها أو على أي سبب حتى لو ما له دخل قالها لو إنك جايبتن عيال إن كان شالوني إن كان ساعدوني إن كان صاروا لي عزوة. ضايق صدره وضغطها بهالكلام. الحين أنا ما بقايل لك إذا قرب خلص الحطب تقولي لي عشان روح الحطب؟ والله اللي قاتل لك بس أنت نسيت الله يسلمك. نسيت؟ ثبت كذبيني يا مرة وتبليني. والله اللي قاعدت لك بس ما يخالف لا تعصب، أنا بروح أحطب بسرعة وأعود. أخلص علي بسرعة. بس لو جابت لي ورع ولا ورعين كان خدموني وسدوا لزومي. يا رجال وش علامك، تعود من إبليس، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لو هو بيدي جبت لك 10 بدل الواحد. 10؟ أنت ما قدرت تجيب لي واحد بتجيب لي 10. أقول بس أخلص علي، يلا أخلص علي قبل الظهر بسرعة. هذه وين طست وين ذلفت؟ أنت وين تأخرت؟ كان جلستي شوي؟ يا رجال إيش علامك؟ اللي لقيته جمعته نصلح فيه القهوة، وبعود مرة ثانية أجيب الحطب حق الغداء، الأمور طيبة. أنا والله الشرح علي اللي أرسلتك، أقول قل عن وجهي. الله أدري عن وجهي. لا بالله ما انت بصاحي، انت من قمت وانت معصب علي، تعوذ من ابليس، قلت لك السالفه ما هي بيدي، بيد رب العالمين. انا اللي ماني بصاحي اللي ما تستعي على وجهك؟ الحين ربعي عايروني فيك انت ما تخلفين وتقول ماني بصاحي؟ انقل عن وجهي، والشرها علي اللي ما تزوج غيرك وتخلف لي عيال. انقل عن وجهي. قلي يا مرحبا بالضيف، يلا حيه. الله يحييك ويبجيك. الله ينهبرك الساعات اللي جابتك. الله يبارك فيك.
شفتك متشطر لحالك قلت خلني استضيف هالرجال. الله يحييك والله نهبرك السعد. الله يبارك فيك. الا مش بلاك لحالك مطرفا على الناس لا حولك ولا حواليك؟ والله اني ابعدت عن هروج الناس وعن معايرهم لي. معايرهم؟ وشوب؟ والله يعايروني بزوجتي انها ما تخلف ولها سنين هو عندي ولا جاني الله منها بعير. طيب انت رجال ما شاء الله عليك نشيط وقوي ولا ما تعرف الثانيه؟ والله زوجتي بنت عمي ولا ودي والله اني اجرحها ولا اني اضيق صدرها وهي لها مواقف معي. عز الله ان قصتك مثل قصتي يا لجودي. انا مثلك خذيت بنت عمي وجابتني ثلاث عيال يوم تبروا عقب ما ربيناهم وتعبنا عليهم. الكبير تزوج وراح للشمال هو أمره زهيد ورمى رزق الله، والثاني شرق، والثالث من ديره لديره ورا بضاعته وقوافله وقعدنا لحالنا. وصرت رحال من ديره لديره. ومرتك وين الحين؟ والله يا ابن الحلال مرتي أتعبها المرض واختارها ربها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يرحمها. الله يرحمها ويسكنها جنة. والله يا ابن الحلال الرجال ما لها إلا حرمته، هي سنده وهي عونه وهي اللي بترفعه إلى طاح. ولا ترى ما قلت لك إلا الصدق من تجربة مريت فيها. الله يجزاك خير ويطول بعمرك، واليوم ضيافتك عندي والله يحييك. الله يطول عمرك. خذيت ضيافتي يوم أنك فتحت لي صدرك وعلمتني بسرك. والله ما تمشي لين تاكل واجبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عساك على القوة. أنا الحين وشلون أقوم بضيافة الرجال وأخليه لحاله؟ شلون أجهز كرامته الحين؟ وإذا قلت جهزي الأكل المزنة وأنا هاينها صعبة والله. يا الضيف والله ما تروح لين تاخذ ضيافتك من بيت فلاح. هذا العشاء على الضوء، هاك التمر واللبن لين يذهب العشاء. الله يكثر خيرك يا بنت الأجواد، ما قصرتي. أغناك الله، جزا الله عليك. الله يحييك وبرك الساعات. مزنة يوم انها سمعت كلام فلاح لها الضيف تقل انه لان قلبها ورضت ولو انها كانت مكشرة. ترى الحريم ما يروحن بعيد، هذا مهم معناته انك تغلط عليهن، لكن تراهن لا زعلن بكلمة باللين ترجعهن. مو بقصور فيهم، لكن تراهم بسيطات إذا أحسنت التعامل معها. وهذه مزنة رغم ما جاها من فلاح وخوفها أنه ممكن يطلقها أو ياخذ عليها، يوم سمعت كلامه لها الضيف وتقديره لها نست كل الهواش اللي صار. وهي اللي تفز وتضيف هالضيف وتبيض وجه زوجها واللي ما عمرها سودت وجهها. عندي لك نصيحة يا ولد، عش حياتك مع من تحب وخل قلبك مثل الصحراء كبير والمال كافية أنها تغطي همومك. الصحراء كبيرة وجافة لكن فيها خضار والناس تحب تقرب من الخضار. وازرع بقلبك خضار تقرب من الناس ويقربون منك. أقول يا أخو الله يستر عليك وفي أمان الله واستأذنك أمشي وديك أمل طريقي. الله يسمح دربك إن شاء الله. ومن يقول في أمان الله. الله يستر عليك. حياك الله. مع السلامة. يا هلا ومرحبا. في أمان الله. الله يستر عليك.
يا مزنة يا مزنة يا لبيه. الله يكثر خيرك. هذا خيرك يا فلاح، وهذا واجب الضيف ولازم نكرمه. سامحيني. انبسط فلاح انه رغم ما سواه معها والكلام اللي هو سمعها اياه، قامت بواجبها الضيف وبيضت وجهها، ودعها الضيف ورجعوا، وكل واحد منهم تقول انه مستحم الثاني، وكل واحد منهم عرف قدره في قلب الثاني، وايضا عرف قدر الثاني داخل قلبه. وصلنا معكم إلى نهاية قصتنا الأولى في حلقة اليوم. طالعين فاصل وراجعي لكم، بس هما عين منكم لا تغاب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في سوالف حلقة اليوم. قصتنا الجاية عن رجال نقال له منصور حك حكته الدنيا ألين قال أمين. الرجال هذا نشأ في مجالس رجال، ومن تعليم أبوه، ومن أمر ورثه من أهله، ألا وهو الفراسة. ترى من أول كانت الفراسة أمر شائع عند الناس، يقصون الجرة، يعرفون الناس، يعرفون الأشباه، يعرفون أمور كثيرة، وكان يستعان فيهم في كثير من القضايا الشائكة. منصور هذا تنقل من الديار وكان فقير وعلى قد حاله، لكن فيه مرجلة، فيه فروسية، يعرف للخير ويعرف للناس ويعرف للأشباه ويعرف مجالس الرجال ويقيمهم ويعرفهم من أول نظرة. منصور أتعبه الترحال، ومن ديرة لديرة ومن محل لمحل، ويدور العيشة، ودورة العيشة تسايده من أول وهالحين، ومن أول أزود وأصعب وأقسى الموضوع. ليش؟ لأن الأدوات كانت أبسط، والظروف كانت أصعب، والموارد كانت شحيحة. منصور أتعبها الترحال ألين ما استقر له بهاك الديرة اللي لقى بها شغلا يستر فيه عمره ويكمل باقي حياته، ويخليه على ما قال يظهر قدام الناس بالمظهر اللي يستره. حياك الله يا ولدي يا منصور. الله يحييك يا شيخ. الله يا ولدي تمقلتك وشفت فيك النظرة الثاقبة، وشفت فيك عز النفس، وشفت فيك خصال المهب في الرجاجيل، والحين والله أني محسار ما أدري وش شغلك يا ولدي. أبد يا شيخ، شغلني في المكان اللي أنت بيه، حتى لو تبيني سايس خيل ولا للطيور والصقور، لو تبيني اشتغل معك في المجلس بعد، ترى عندي نظرة للرياجي. أجل يا ولدي، أبا شغلك فيها كلها، هذيك ذراعي اليمين على حلالي، وذيك عندي في المجلس. أبشر يا شيخ، وإن شاء الله أني ما خيب ظنك. الأمل بالله كبير. الله يطول بعمرك يا شيخ. منصور اشتغل سايس لخيول الشيخ، ومسؤول عن صقوره، ومجالسة في مجلسه كل ليلة، يعلمه وش اللي صار في الحرار وفي الخيل، يحتاج النمور إذا عنده مشكلة، وأحيانا الشيخ يشاوره لأنه التمس فيه فراسة، لكن ما توقع وش اللي عند منصور. ألين جا ذاك اليوم ويقوم هاك الشيخ ويهدي الشيخ بجاد خيل النصيلة. يا ولدي يا منصور. سمع يا شيخ. الشيخ نهار مرسل لنا فرس هدية، ويقول انها أصيلة، وبيك تشوفها وتعطينا رأيك فيها. الفرس اللي جاتنا اليوم. الله الله. أبشر يا شيخ، أبشوفها وبعطيك العلم إن شاء الله. خلاص أعطني العلم إن شاء الله. إن شاء الله. بشر يا ولدي منصور، عساك تمقلت الفرس. إيه يا شيخ بجاد، تمقلت فيها، والفرس طيبة وأصيلة، بس فيها عذروب واحد. وشو؟ الفرس ربيته مع بقر.
مع بقر؟ وش ذا الكلام؟ أبد يا شيخ، اسأل راعيها وبيعطيك العلم. يمكن شاء الله. الله يستر عليك يا شيخ بجال. سمي يا شيخ يقول انك تبيني. يا بيك يا شيخ، وش الصقر الزين اللي برا؟ نشوف الصقر اللي بالمربط. اي والله شفته يا شيخ. هذا اللي بيك علشانه، هذاك تشوفه وش هو من الطيور. ما يبي لها كلام يا شيخ، هذا حر، وان شاء الله نبي اخذه وبعلمك. خلاص ابيك تعلمني فيه. ابشر. مثل ما قلت لك يا شيخ، الطير هذا حر من الطيور النادرة. حمد انه حر، بس يا شيخ ترى فيه عيب. فيه عيب؟ وش عيبه؟ رابع مع الدجاج يا شيخ. مع الدجاج؟ جاك العلم. يلا يا شيخ انا استاذنك، عندي لزوم انا بخلصه وبرجع لك. الله يسهل لك. الله يحييكم. أما الفرس اللي هديتنا أصيلة وانت أصيل، ولا تهدي إلا الأصايل. أنت كفو يا شيخ، ما تستاهل إلا الطيب. إلا بسألك سؤال، الفرس ماتت من البقر؟ الله الله، الفرس ماتت أمها وخليناها مع البقر وترضى منها. هذا والله الساعة المباركة. الله يبارك فيك يا شيخ. هديتنا حر، والحر ما يهدي إلا حر. وانت يا شيخ ما عليك زود، وانت ما ينهدى لك الا الحر. الا ودي اسالك سؤال، الطير هو رابي مع الدجاج؟ الطير خذيته وهو فرخ وحطيته مع الدجاج وكبر وهو حر، ما تغير فيه شيء. الظلام هذا يكتب. والفرس شو ما عرفته؟ الفرس الاصيله يا شيخ تاكل هي رافعه الراس، أما الفرس اللي جاتنا تاكل يوم نزلت الراسة، واضح أنها متربيته مع بقر. والصقر وش سالفته؟ الطير يا شيخ الحر يدور في ريشته ورافع راسه في السماء، أما الطير اللي جانا ياكل من حبوب الأرض، وهذا واضح أنه متربي مع دجاج. طيب اسمع، في الخيال وجربناك وصدقت، وفي الطيور جربناك وصدقت، وذكرت ما انك بخيص الرجاجين، وهذه ما جربناك فيها. ابشر باللي تبيها شيخ. طيب وش رايك في هذا الجالسي؟ شبس الرجال جنب الولد. وش فيه؟ رابع مع الدجاج؟ لا يا شيخ، رابع مع ام الولد. صدقت، هذا خاله وهذا. الظلام هذيك طب. وانفتحت الدنيا المنصور، وصار المستشار الخاص للشيخ بجاد، كله بالله ثم بفراسه، والفراسه من اول يعتمدون عليها في امور كثيره، وكان فيه ناس يحتكمون لهم في كثير من المشاكل، اللي هم العوارف ومفردهم العارفه. طبعا ما كان احتكامهم من امر ديني او شرعي، احيانا تتعقد كثير من الامور، فخلاص يتفقون الطرفين ان احنا نروح للعارفة فلان، يروحون له ويحتكمون له ويحكم بهم بفراسته وبالامور اللي يشوفونها، مو لازم انها تكون عاد مرضية للطرفين، لكن على الاقل انها تكون حقانية، وكل شخص منهم ياخذ حقه. وصلنا معكم الى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا معكم في الحلقة الجاية. بس هما عين منكم لا تغاب. Thank you.